رب اشرح لي تعرفين صدري الشرشان صح؟ ويسر لي امري واحلل هاي عقدة مونيكا، من لساني يفقه قولي. ايوه الجانر احنا لايف، عندنا الجانر كمان. احنا لايف. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقة جديدة من حلقاتنا وسهراتنا اليومية. هاي الحلقة راح تكون عن موضوع التطوع خلال الأزمة، أهميته، واقعيته، والتحديات اللي بقوموا فيها. اليوم استضفنا سيدتين من نشيطات سيدات المجتمع المحلي في كندا، راح يكونوا معنا اليوم وحيجاوبوا على بعض الأسئلة اللي من خارج المنهج. فحنكون اليوم إن شاء الله ننظر إلى ما قدمته هذه السيدات للمجتمع المحلي. السيدة إكرام المومني من مدينة ووترلو، اللي ما بعرف مدينة ووترلو هي أحد المدن العريقة اللي موجودة في مقاطعة أنتاريو، جاءت إلى كندا منذ 6 سنوات وقامت بالتطوع مع العديد من المنظمات، أهمها الكنيديان كانسر سوسايتي، الومن وينزر، وومن ووركينج ويذ إيميجرانت وومن، ريد روز اسلاميك سنتر، مسلم اسوسيشن، كيتشنر ووترلو، كامبريدج، واي ام سي اي، المينونيت كوليشنز فور ريفوجيز اند سبورت، وحصلت على عدد كبير من الجوائز. طبعا هي قبل ذلك كانت من احد الفاوندرز للوومن امباورمنت جروب اللي بيسووا شغلات كتير للمجتمع المحلي، منها عرب دراماز، بوك Club for Women, Backpacking Challenge, It's Interesting, Eid Gatherings, ورمضان بطلق وSocial Gatherings. طبعا وحصلت على جوائز كبيرة، وآخرها حصلت على جائزة ما شاء الله عليها من Women Who Inspired Award from Coalitions of Muslim Women, KW, on the Volunteers in the Community, Volunteer Impact Award from the Volunteer Action Centers في Waterloo Regions. السيدة الثانية هي أيضا قامة من قامات المجتمع المحلي، الأستاذة خولة طه، هي ناشطة ورائدة اجتماعية عربية، عندها شهادة بالبرمجة وتحليل نظم المعلومات، هي أم لخمس أطفال ما شاء الله عليها، تركت العمل وتفرغت لتربية أطفالها، جاءت إلى كندا في 2011 واستقرت في مدينة ميسيساغا. برضو اللي ما بعرف مدينة ميسيساغا هي تقريبا هي المدينة الملاصقة لمدينة تورونتو، مدينة عريقة وكبيرة وفيها عدد كبير من الجالية العربية. بدأت بمد يد المعاونة والتطوع في المجتمع المحلي كرد للجميل للمجتمع وأجل خدمة القضايا الاجتماعية وأهمها قضايا المرأة. حصلت على عديد من الجوائز، أولها جائزة المرأة الرائعة والمتميزة بيوم المرأة العالمي في 2016، تم اختيارها لتكون سفيرة للسلام للحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء، وهي المستشار الخاص لمؤسسة Humans for Peace، أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتطوعت في كثير من الأنشطة وقامت بكثير من الأعمال التي هي والأستاذة إكرام يرفع لهما القبعات، ونشكرهم على ما يقوموا به من أجل خدمة المجتمع. شكراً. يعني إحنا لسه من بادئين، إن شاء الله ربنا يقدرنا نعمل أكثر. آمين آمين. طبعاً السيرة الذاتية طويلة، إحنا أعطيناكم موجز عما تقوم بها هؤلاء السيدات. أشكرك دكتور جمال، وأشكر الأستاذ محمد والست خولة، وأنا سعيدة بوجودي معكم إن شاء الله بهذا اللقاء. يا على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الواحد لما يكون أمام قامتين كبيرتين في المجتمع العربي في كندا، ونحن نعني ما نقول حقيقة، وأنا في ظن أنا في ظني إنه إحنا في هذا الباب بالذات المتحدثتين يعني في قلب الحدث وفي قلب المعنى تبع العنوان، عنوان التطوع والعمل التطوعي. الأختين لهم جهود واضحة لا تنكر، وهم مثال
على المرأة العربية في كندا، كلما يعني قال البعض أن المرأة العربية في الظل، تظهر الأختين وتبين أن المرأة العربية ليست في الظل، وإنما المرأة العربية في مقدمة الصفوف، والأختين مثال على هذا الأمر. ولذلك لما نتكلم عن التطوع، كل معاني التطوع التي تمس العمل التطوعي والتي تمس علاقة المرأة بالعمل التطوعي تتلخص في هذه الحلقة. فأنا أشكركم جدا على هذا اللقاء والاستجابة. بداية بدنا من كليكما نقاش بعمومه عن موضوع التطوع. يعني اليوم احنا لما بنتكلم عن التطوع، التطوع في كثير من البلدان هو امر رفاهي، يعني يقوم فيه الناس اللي مش لاقين شغل، الناس الفاضيين، الناس اللي يعني ما عندهم مش كفاءات ولا عندهم قدرات ولا عندهم اي شيء، فبيبحثوا على عمل يعملوا يتسلوا فيه، او عمل يستطيعوا انه من خلاله يكتسبوا بعض المهارات لانه عندهم مهارات قليله، فبيلجأوا لاعمال تطوعيه. في كندا الموضوع لما اجينا على كندا وجدنا انه العمل التطوعي غابة كبيرة جدا، إلها أول ما لهاش آخر. العمل التطوعي عمل أساسي من الأعمال التي تستند إليها كندا. العمل التطوعي له تفاصيل وله قوانين وله أحكام وله فلسفة. أنا أتمنى من حضراتكم نطلع على أهمية العمل التطوعي، فلسفة كندا للعمل التطوعي حسب معايشتكم لهذه الفلسفة. أكيد كل واحد عايش هذه التجربة ويرى إنه كندا لها فلسفة خاصة للتطوع وهو استشف هذه الفلسفة. فنبدأ بإكرام، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم جميعا لدعوتي لهذا اللقاء في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم جميعا. وطبعا من دواعي سروري أن أتحدث عن هذا الموضوع، وهو موضوع التطوع. كوني متطوعة منذ زمن بعيد، يعني أنا من المهاجرين إلى كندا، وقدمت إلى كندا قبل 6 سنوات تقريبا. قبل ذلك كنت في الأردن، ولدت ونشأت وترعرعت في الأردن، وفي الأردن كنت أيضا متطوعة في العديد من المجالات والمؤسسات والجمعيات الخيرية. أنا أصلاً من قرية صغيرة تدعى صخرة في عجلون شمال الأردن، ثم تنقلت إلى مدن أخرى في الأردن، وبعد ذلك ترحلت في عدة يعني بلدان، فذهبت إلى بريطانيا وإيرلندا، وأخيراً جئت إلى كندا قبل 6 سنوات كمهاجرة مع زوجي وأطفالي. طبعا العمل التطوعي كما ذكرت أستاذ محمد هو غابة، وأحيانا يوصف بالبستان وكله زهور، ولكن في كندا العمل التطوعي فلسفة خاصة. فالعمل التطوعي كمهاجر، أنا سوف أتحدث عن العمل التطوعي من منظور المهاجرين، خصوصي السكيلد وركر أو العمال المهرة في كندا، أو من منظور الفئات الأخرى من المهاجرين. طبعا كما تعلم أن كندا هي بلد جاذبة للمهارات، وبلد يعني هي بلد آمنة أيضا للأشخاص الذين عانوا من الحروب والويلات في بلدانهم. عندما فتحت أبوابها للجميع، طبعا هناك سياسات لتدعمهم و تساعدهم على النجاح والبقاء في كندا. سوف أتحدث عن تجربتي أنا شخصيا كإكرام في مجال التطوع. طبعا كان عندي أنا خبرات في مجال التدريس وفي مجال العمل المجتمعي، حيث كنت أعمل في بريطانيا مع القادمين الجدد وما يسمونهم Ethnic Minority Support Worker، أو هذا كان مجال عملي هناك وفي الترجمة. فعندما جئت إلى كندا طبعا
كمهاجر دائما تواجه العديد من التحديات. من هذه التحديات هي الخبرة الكندية، والخبرة الكندية يعني مهمة جدا للقادم الجديد حتى يتمكن من استيعاب سوق العمل الكندي ومن استيعاب القوانين الكندية ومن التعرف على ثقافة العمل، ثقافة المجتمع. فكان التطوع بالنسبة لي هو الوسيلة التي تعرفت فيها على هذه الأمور في كندا، والحقيقة أنني استفدت جدا من انخراطي في العمل التطوعي. طبعا كما ذكرت أنت، التطوع هو أن يقوم الشخص بإعطاء وقته مقابل لا شيء. أنت تعطي وقتك، وليس فقط وقتك، نحن كمهاجرين عمال مهارة أو skilled worker نعطي طاقاتنا وخبراتنا أيضا، فقد جئنا إلى هنا محملين بالخبرات والعلم والمعرفة. والمؤسسات الكندية استفادت جدا من علمنا ومعرفتنا وخبرتنا، كما استفدنا نحن أيضا من التعرف على النظام الكندي. فإذا هي mutual benefit، يعني هي يعني مصالح متبادلة في البداية للمهاجر الجديد في كندا. بعد أن حصلت أنا كشخصيا على الخبرة الكندية وأصبحت جاهزة لسوق العمل، انخرطت في سوق العمل وحصلت على وظيفة الحمد لله جيدة جدا نوعا ما، وأنا مستمتعة جدا بهذه الوظيفة وأعمل مع القادمين الجدد لتهيئتهم للعيش في السوق الكندي. ولكن بالرغم من حصولي على العمل لم أتوقف عن التطوع، حيث تطوعت بالعديد من المؤسسات الخيرية، ودائما أنا الكوز أو المجال الذي أتطوع به هو مع الأطفال والعائلات وبالتحديد مع النساء. طبعا يعني الطاقة الإيجابية اللي بيحصل عليها الإنسان من خلال التطوع لا أستطيع أن أصفها. يعني عندما أذهب لأتطوع بمؤسسة من المؤسسات التي أقوم بتطوع معها، أحيانا أذهب متعبة أو محملة بالأعباء، ولكن عندما أقوم بمساعدة أي شخص أشعر بطاقة، أشعر ب reward، فالشعور جميل جدا. بالنسبة لكندا بشكل عام، فلسفة التطوع يعني أنا أتحدث عنها من منطلق خبرتي المتواضعة. فلسفة التطوع بالنسبة للجميع هي فلسفة رائدة، فهم يعلمونهم منذ نعومة أظافرهم على التطوع وخدمة المجتمع. فخدمة المجتمع هي هدف سامي بالنسبة للمواطن الكندي، حيث تعتبر يعني يعتبر التطوع متطلب أساسي لطالب الثانوية العامة للتخرج من المدرسة والحصول على دبلومة الثانوية العامة أو ما يسمى البكالوريوس أو التوجيهي في بلادنا. فحتى يستطيع الطالب أن يتخرج يجب أن يقوم بخدمة المجتمع والتطوع بعدة مجالات حتى يتمكن من ذلك، وعليه أن يكمل 40 ساعة معتمدة من منظمة معترف فيها للتطوع. إذن يعني أعتقد أني تحدثت بشكل عن منظور التطور بالنسبة للمهاجرين وبالنسبة للمواطنين. فالمواطن الكندي عندما يتخرج من المدرسة الثانوية وقد حصل على هذا الإرث وهذه الخبرة من التطوع وخدمة المجتمع، وقد سلح بمهارات أثناء تطوعه، مهارات متعددة، منها خبرة، منها مهارة، منها تعرف على أشخاص، منها صداقة، قد يبني صداقة، قد يقوم بخدمة إنسانية، فهذا الشخص يكون مسلح بهذه المهارة وقادر على خدمة مجتمعه، لأنها أصبحت عادة، أصبحت جزء لا يتجزأ من حياته. لذلك عندما نذهب نحن كمهاجرين إلى الفعاليات الكندية نجد أن الشباب هم من يتطوعون بدون مقابل وبدون أجر، وهذا شيء ملهم لنا جميعا. فالتطوع هو ركيزة أساسية من الحياة في كندا، ومعظم الفعاليات ومؤسسات المجتمع قائمة على التطوع. فالعديد من هذه الفعاليات ترتكز على التطوع من الشباب وكبار السن. أيضا عندما يتقاعد الشخص الكندي لا ينتهي عطاؤه، فالدولة تفتح له ومؤسسات المجتمع المحلي تفتح له الآفاق ليبقى قادرا على العطاء وخدمة مجتمعه في المهارة التي يعرفها. لذلك عندما نذهب لإيصال أبنائنا للمدارس نجد الأشخاص ينظمون حركة مسير الأطفال ولضمان قطعهم الشارع بأمان، هذا كله يعطي شعور بالراحة والارتياح للشخص إذا كان طبعا قد أنهى خدمته في مجال عمله والآن يستريح ولكنه يريد أن يعطي فهذا ما في جعبتي حول التطوع. يعني
دخلت له من عدة محاور، محور المهاجر ومحور الشباب ومحور المتقاعدين. أشكركم جميعا. عفوا. ست خولة بتحب تضيفي شيء على الموضوع؟ أول شيء يعطيك العافية، ما شاء الله أختي كرام يعني نموذج من الستات اللي كمان جداد بكندا وأثبتوا وجودها، يعني كفت ووفت. أنا بدي أتطرق إذا بدنا نحكي هلأ عن موضوع التطوع في المرحلة الحالية، يعني موضوع الكورونا ومن واقع تجارب، يعني شو اللي إنه إحنا شو ممكن نقدم لهالكوميونيتي في الوضع الحالي وبهالأزمة الحالية. يعني موضوع التطوع بالنسبة لي أنا حتى قبل ما أجي على كندا، يعني هي بحسها مرات هبة من ربنا إنه الإنسان بيعطيه القدرة إنه يساعد، فهاي نعمة الحمد لله من رب العالمين. أنا كان اشتغلت يعني فترة بالجامعة بالأردن وبالإمارات، وبعدين اشتغلت في مستشفى. عملي بالمستشفى كتير كان عنا إنه يوميا ممكن تعمل خير، فبس تعمل الخير مع مريض تساعد المريض. عملت كده مشروع كمان إنه أساعد فيه المرضى الحمد لله، والأفكار اللي كنت أنا مشروعين عملتهم كبار، أخذت أيامها المستشفى جائزة آيزا وكنزا، كيف إحنا وفرنا وقت وجهد وساعدنا المرضى. كانت كمان فكرة صغيرة بس كان أثرها كتير كبير الحمد لله. لما جيت على كندا يعني لا شعوريا إنه أشوف وين ممكن إنه نساعد، بلشت يعني أتعرف على الكوميونتي، أشارك بأي مجالات، فالحمد لله يعني اللي بيحتاج إنه يعمل شيء بيقدر يعمله، واللي عنده الدافع، لأنه موضوع التطوع هو حافز داخلي، يعني الإنسان عنده حافز هو اللي بيخليه إنه يقوم بيعمل هالتطوع. يعني زي ما بقوله ما بده حدا يجي ياخده من إيده ويقول له لازم تروح تتطوع، فهو بالآخر إنه حافز داخلي وحب للعطاء إنك تعطي الآخرين. العطاء يعني كمان بدون مقابل، لأنه أنت المقابل اللي يعني بتكون إنه تطمح له أو ما بتطمح الإنسان لمقابل، إنه رضاء نفسه يساعد الآخرين، يعني عند رب العالمين كمان إنه يعني يعينه ويكون معه. هلا بالفترة الحالية أنا ممكن أحكي على موضوع الفترة الحالية، إنه لما بلشت أزمة كورونا أنا ممكن أكون شوية أطلع عن الموضوع، بس سامعيني؟ سامعيني تفضلي. yeah. فموضوع كورونا لما بلش إنه الكل بالبيوت، أنا من النوع بحبش أقعد يعني 24 ساعة بالبيت، فبلشت إنه أول يوم أشوف الأخبار، أعملها شير بالسوشيال ميديا، أعمل على الواتساب، على الجروبات، يعني أحاول إنه أشوف أي حدا بنزل أي معلومة إنه أعملها شير على الجروبات. في حتى ناس كانت تتواصل معي مساعدات الحكومة كيف شو ممكن نعمل. تاني يوم من الأزمة قعدت مع نفسي قاعدة يعني بتغدى، فحكيت مع صاحبة إلي، هي ناشطة كمان اسمها حميرة خان، قلت لها حميرة we have to do something for the community we will not، يعني إنه مش هنقعد هيك بس إنه لازم نعمل تيم ونشتغل. فقالت لي إنه already إحنا بلشنا في تيم اسمه Good Neighborhood Project، والتيم لسه يعني هم من أسبوعين بلشوا، فتقريبا صار 3000 و 200 عضو في هاي الجروب. ما شاء الله. اسمه Good Neighborhood Project for GTA. وسجلنا انه قالت لي you can register yourself، انه ممكن تحطي اسمك في فورم انه تكوني انت متطوعه. قلت لها اوكي. حطيت يعني عبيت الفورم، حطيت اسمي، نزلت على السوشيال ميديا إنه أنا موجودة بمساقة، هاي رقم موبايلي، أي حدا
محتاج أي شيء أنا يعني موجودة إنه أساعده. وضليت يعني كذا يوم. وفي كمان نفس الجروب عملنا جروب تاني عملته اسمه كير. طبعا في ناس كانت إنه خايفة على موضوع التطوع وتطلع وايزوليشن والشغلات يعني اللي بتصير، فعملوا كمان جروب يساعدوا الناس يعني منتال إنه يقعدوا يحكوا معهم إذا محتاج، لأنه في ناس كتير خايفين، فكمان بيساعدوهم بطريقة يعني دعم معنوي. وفي كمان إذا حد محتاج من الحوامل، من السينجر بيرنتس، من يعني الآباء، من السينيور، الناس اللي عندهم ديسابيليتي، كمان بوصلوا لهم جروسري، مواد أغذية. والسينيور كمان نفس الشيء. يعني كنت إنه بحاول إنه أعمل شيء. قبل أسبوع يعني كنت صراحة حاسة إنه لسه مش عاملة أي شيء، يعني إنه أنا قاعدة بالبيت مش ما بعملش ولا شيء. ف يعني حدا بعت لي مسج، لأنه كنت أنا أبديت يعني على البرودكاست، ببعت للناس أي إشي أبديت بصير. بعتت لي إنه في مطعم صاحبته السيدة من تونس بتقدم وجبات للناس المحتاجة، خصوصاً الطلاب أو حدا جاي فيزيت فيزا أو شيء. وبعتت لي رقم المحل، هي ست ما شاء الله يعني طوعت إنه تعمل أكل بالمطعم، مطعمها مقفل، اتطوعت انه اي طلاب في منطقه اونتاريو في تورنتو وما حولها انه يتصلوا عليها يتواصلوا ويبصوها انه الاكل بتعمله مجانا، بتوزع على الطلاب، على الناس اللي محتاجه. فقالت لي هاي رقم تليفونها احكيها. حكيت اول يوم ما ردت، على الثاني يوم بعدين قلت لها ما بترد، فبنفس اللحظه بتتصل من موبايلها قالت لي احنا ما بنفتح لانه هلا كورونا، فانت شو محتاجه؟ قلت لها انا مش لالي، في انا بعرف يعني مجموعه. قالت لي كم العدد؟ قلت لها اوكي حشوف انه كم العدد الاشخاص اللي يكونوا هما محتاجين بس ما بيحكوا كمان، لأنه في ناس تستغل الأزمات بطريقة سلبية للأسف، بس في ناس إنه هي محتاجة فعلياً ولكن إنه ما بتطلب من الآخرين. فبلشت إنه أحط يعني بإنه مين، واحد اثنين ثلاثة، فالحمد لله يعني هلأ كل يوم تقريباً 16 وجبة بتفتح المحل بس بتعمل لي الأكل، وباخذهم بنوزعهم على يعني الناس. فالحمد لله يعني كل يوم انا رايحه عن جد بكون مبسوطه، يعني انه الحمد لله هاي اليوم عملت شيء. مبادرات شخصيه طبعا، يعني الحمد لله في كل واحد فينا بيقدر يعمل. هو الواحد مفروض ما يقول شو بيعمل، بس أنا بحاول إنه نكون مثال للآخرين لكتير. يعني في كتير ناس ماخدين الموضوع بتخوف وطريقة إنه بشعة. يعني منروح على البنك، في وسائل السلامة إنه مثلاً مترين. أنا يعني كل ما بروح مكان لما أضطر، طبعاً بروحش على طول، مثلاً رحت السوبر ماركت حاطين إنه مترين بين الواحد والتاني، تبعد عن الناس، تتعقم إيدك، إجراءات عادية نلتزم فيها. تجمعات ما فيه، مثلاً امبارح كان عيد ميلادي، صاحبات اجوني من برا قالوا لي هابي بيرثداي، كنا واقفين بالشارع. ف يعني الحياة بتمشي، الموضوع مش موضوع حبس أو حرب، هو موضوع وقاية. وكمان الحلو إنه إحنا نكون كلنا إيد، يعني نكون مثال وإيد واحدة. يعني لما بطلع اليوم رحت البنك استغربت إنه الشارع نفسه عاملين زي ستوب هيك، أنا بروح دائماً على البنك، ففي مترين معمول بين الستيب والتاني وبيوقف كل كاستمر للاين أب، منيح الجو كويس في الشتلج. ف
هاي اللي الفترة الحالية اللي أنا قاعدة بعملها. That's it. شكرا شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك ألف عافية، ويعطيك أستاذ إكرام ألف عافية. طبعا أنا قاعد بشوف التفاعل، ما شاء الله تفاعل كبير، شكلكم إلكم شعبيات شعبية ومشجعين. طيب طبعا كل بسأل قاعد على أي أعمال خيرية خاصة خلال هذه الفترة، نرجوكم إنكم يا إما تزودونا فيها، نحط الرابط تحت عشان الناس تدعمها، أو إنكم تقوموا بوضع هذا الرابط بأنفسكم بعد نهاية البرودكاست إذا استطعتوا، عشان برضو الناس تعرف عن هذه الأعمال وهذه المؤسسات. السؤال إليك أستاذ إكرام، تفضلي تفضلي. عفوا، بس مداخلي كونك تطرقت للمؤسسات اللي نحن بنتطوع معهم، أنا حاب أتحدث عن مؤسسة مهمة جدا أنا عم بتطوع معها، اسمها United Coalition for Refugee Support or MCRS. هذه المنظمة طبعا مهمة جدا في المجتمع الكندي، لأنها بتساعد يعني خلينا نحكي الـ most vulnerable people اللي هم الرفيجي كليمنت. الرفيجي كليمنت زي ما كلنا بنعرف أو طالبين لجوء، هم أكثر ناس عندهم uncertainty بوضعهم، لأنه مش معروف رح يضلوا رح يروحوا، المحكمة رح تحكم، عندهم كتير challenges بحياتهم. فهذه المنظمة هي المنظمة الوحيدة على مستوى أو يعني الوحيدة اللي أنا بعرف عنها، ممكن في حدا ثاني بس حسب معرفتي كإليجابيليتي، الـ United Coalition for Refugee Support هم بيدعموا الطالبين اللجوء. وهذه المنظمة حالياً عم بتقوم بعمل جداً جداً يعني valuable وbeneficial لهدول الفئة من القادمين الجدد والأعزاء على قلوبنا جميعاً من شتى الجنسيات والمناطق. فيا يعني أنا بشجع الناس إنه تتطوع أو تتبرع لهم. أنا شخصياً حالياً عم بتطوع معهم يعني، وأنا بالبيت عم في يعني I don't like to disclose that much for the confidentiality، بس إنه هم عم بيشتغلوا بشكل يعني جيد جداً لهاي الفئة. فيعني كذا بس. أستاذ إكرام برضو حطي الرابط إذا بتستطيع عشان الناس برضو تدعمهم. أنا بشجع يدعمهم لأنهم عن صح يعني بيقوموا بعمل رائع في الكوميونيتي. طيب حنسألك يمكن نفس السؤال اللي تطرقت فيه الأستاذة خولة، هل في أعمال عندكم في ووترلو خلال هذه الأزمة؟ طبعا شكرا لست ليلى، ست خولة سوري ست ليلى. طبعا الكوميونيتي هنا كثير. أنا بعد إذنك هيك بس دحكي للأستاذة خولة، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. صحيح كل عام وأنت بخير. وحاكي للجمهور انه صار عمرها 26 سنة ونص يعني. ف لا ويوم دكتور ويوم ويوم حلو ان شاء الله العمر كله. العمر كله ان شاء الله ست خولة الله يرضى عليكم. عن سوري عن المبادرات اللي موجودة في مجتمعنا حاليا، طبعا انا من خلال في ووترلو بشكل عام، في خلينا نحكي شوي عن السوشيال ميديا وأثرها، عملوا جروب اسمها كير مور جرينج. I don't know what's the meaning of this word، بس هاي الجروب يعني فيها لغاية الآن حوالي أكثر من 300 أو 400 ممبرز، وهم عم بتواصلوا the outreach أو بوصلوا للأشخاص اللي فعلا بحاجة لمساعدة، مثلا كبار السن، single mothers، homeless people. فبيزودوهم they supply them with food, masks. حتى عملوا مبادرة إنهم خيطوا، كان من ضمن المبادرات اللي عملوها قاموا بخياطة بعض الماسكات أو الأقنعة للفرونت لاين. أيضا أنا على مستوى مجموعتي الwomen empowerment في عنا مجموعة من السيدات عم بدعموا بعض، إذا أي صبية مثلا بحاجة لأي مساعدة أو أي عائلة بحاجة لأي مساعدة، يعني ما بنعمل إحنا disclose للمعلومات على المجموعة، هي بتبعث private message لكلياتنا، يعني بنعتبر بعض أخوات. إحنا 300 members، 300 ست، طبعاً هدول الستات أمهات العائلات، فالمجموعة بتحتوي أكثر من 1000 شخص، وكلنا بنساعد بعض. مرات ممكن الأسرة تكون بحاجة إلى grocery أو بعض المعونات الأخرى، فبنكون مساعدتها هذا على مستوى السوشيال ميديا والأشياء اللي أنا انفولف فيها أو المعونات اللي أنا انفولف فيها. في شغلة تانية أنا قمت فيها على المستوى الشخصي، وهي مساعدة في نحن عنا بسموهم
لونج تيرم كير هومز اللي هم خاصة بالسينيورز. طبعا كلنا بنعرف انه بهاي الفترة السينيورز هم اكثر ناس فيرنبل للمرض، لا سمح الله اذا اي حدا يعني اصيب بالفيروس بتكون يعني مميتة له. فالمنظمات القائمة على هذه المنازل عملت سكرينينج بروسيس للوركرز اللي بيشتغلوا فيها، فبتعرف طبعا سينيورز بحاجه لنيرسز، بحاجه ل بي اس دبليو، نيوتريشن اور ديتيشنز، كوكس، بيبل تو سيرف ذم، كلينرز. فهدول الوركرز اللي بيدخلوا على هاي السينيور هومز بحاجه لسكرينينج حتى انا نتاكد انه ما عندهم اعراض المرض، او مثلا كان في اي اكسبوجر او تعرض لشخص كان مسافر او شخص حامل للمرض. هاي السكرينينج بروسيس كانت قائمه على التطوع، طلبوا مننا نتطوع، طبعا انا طلبوا مني اذا بقدر اتطوع طبعا. وبايد كلام الاخت خوله انه في كثير ناس خايفه وانه ليش انت طالعه من البيت وليش رايحه، فانا طلعت لايف يومها وفي ناس تواصلوا معي الله يحماك وخايفين، مع انه يعني هم لما رحنا كانوا يعني ماخذين كل الاحتياطات السلام العامه لنا، وزودونا بالبيرسونال بروتكشن اكيوبمنت، كان في عندنا فيس شيلد وفيس ماسك وجلافز، وكان في عندنا جاون، يعني هاي الاشياء كلياتنا يعني كانت الاحتياطات يعني ماخوذه بعين الاعتبار. كل ما كان علينا انه فقط سكرين، او مش عارف ايش سكرين بالعربي، نتاكد انه مسح او كشف او فحص، ايوه الفحص او كشف الاشخاص اللي بيدخلوا على هاي السينيورز هومز انهم يعني لا سمح الله خاليين من. فكنا نخليهم يعبوا كويشنير اسئله 4 أو 5 أسئلة، وبعدين نقيس لهم الحراره. كل الاحتياطات الامن والسلامه كانت ماخوذه بعين الاعتبار، فكنا نقيس لهم الحراره وانه يدخلوا يعملوا الشفت او العمل المطلوب منهم، ولما يطلعوا ايضا الان حتى كمان مور بريكاشس ميجرمنت بيخلوهم يعملوا سكرين وهم طالعين حتى يتاكدوا انه لا سمح الله برضو داخل البيت ما تعرضوا. هاي طبعا الحكومه ما اخذتها اقصى يعني اقصى درجات الحمايه للاشخاص كبار السن، وكلياتنا بنعرف قديش هم مهمين لمجتمعنا. فانا كنت كثير يعني حبيت هاي يعني حبيته من داخلي، لانه افترضت انه كل واحد فينا ممكن في يوم من الايام يكون موجود بهاي البيوت، وانه الشغل ومساعدتهم يكون مهم جدا. بالاضافه لذلك في عندنا بعض اليوث بيقوموا بايضا ايصال بعض الجروسري لبعض العائلات اللي ما عندها مثلا سيارات، بتعتمد فقط على الترانسبورتيشن، وبتعرف الترانسبورتيشن الايام هاي كمان في خطوره خصوصا على السينيورز. ففي بعض اليوث بيقوموا بهاي الخدمات انهم مثلا بيطلب منهم ايش بحاجه ايش، فيعني بدون اي اعباء ماديه على المتطوع بيحضروا لهم الاغراض اللي هم بحاجتها وبوصلها للبيت بدون ما يصير اي نوع من الكونتاكت. وعجبتني انه بيضع لهم على الباب وبيعطوهم الفاتوره، فيعني بتكون الامور كلها متفق عليها ثرو السوشيال ميديا قبل ما يروح المتطوع. فهاي المبادرات اللي انا شفتها هون وعجبتني جدا. طبعا في كثير من المبادرات اللي انا بقوم فيها على الجروب من باب العناية بالمنتال هيلث للكوميونتي، قمنا بإجراء العديد من الفيرتشوال اكتيفيتيز للأطفال والأمهات. في عنا هلا يعني كل أسبوع بيكون عنا مبادرة من أحد الأمهات إنها طفل من أطفالها يقوم بمبادرة، وبقية الأطفال على المجموعة يعني يتفاعلوا معه، يرسلوا لايف أو يرسلوا كليب. مثلا صار في عندنا مسابقة رسم، نعم، وفي جوائز بيسحبوا، صار في عندنا مسابقة ارت اند كرافت، وصار في مسابقة قراءة ايضا الطلاب انهم يعملوا تحدي القراءة او تحدي الرسم، ولسه العمل جاري. يعني كل يوم او كل اسبوع ام من الامهات طفل من اطفالها، حتى نحسس الاطفال انهم engaged مش isolated، انهم هيهم بيشتغلوا. فكلياتهم عارفين women empowerment اليوم عندهم activity، فبيطلعوا بيبعثوا الكليب يعني حتى to keep them engaged، ويعني الصحة العقلية لهم مهمة جدا بالنسبة لأطفالنا. على المستوى الشخصي نحن كأمهات طبعا الصبايا برضو عندي بالمجموعة قاموا ببعض المبادرات، منها walk at home challenge وهي تمارين رياضية بنقوم بممارستها يوميا. طبعا الست بتختار المدة الزمنية ونوع التمرين الرياضي، ولكن أسسنا جروب إنه بس نرسل دن حتى نشجع بعض وإنه صار في نوع من المنافسة. التشالنج الثاني اللي الآن الصبايا برضو قائمات فيه اللي هو ريدنج تشالنج، كل يوم لازم يقرأوا 20 دقيقة أو 25 دقيقة كتاب معين، وبشاركوا كوتس من الكتاب أو بشاركوا معلومات من الكتاب، معلومات عن الأوثر.
فيعني هاي من الأشياء أيضا اللي أنا بعتبرها من المبادرات التطوعية اللي بيقوموا فيها صديقاتي والسيدات اللي معي على الجروب، اللي أنا بكون دائما يعني بكون مبسوطة جدا إني أتشارك معاهم فيها. يعني هذا اللي بتذكره حاليا، وأكيد في أشياء كتير. وشكرا. أنا بدي أسأل سؤال للست خولة. طبعا الست خولة معروف إنها من الناس اللي يستخدم السوشيال ميديا بشكل أساسي في عملهم. كان في زمان من فترة كان في جدالات كثير حول السوشيال ميديا، فكان اللي بيستخدم السوشيال ميديا يعتبروه واحد متسطح على الكنب وبيتسلى، والناشط الحقيقي هو اللي بيخرج على الميدان وبيتعامل مع الناس مباشرة. الآن بعد كورونا يبدو أنا هيك أتصور، بجوز أطلع غلطان، يبدو أنه حتنعكس الآية، حيصير اللي كان يحكي عن أرباب السوشيال ميديا أنتم بتتسلوا وراء الكمبيوتر وعلى ضغطة زر عمالكم بتعلقوا وكأنكم يعني مقطعين السمكة وديلها على رأي ماشي، يبدو أنه هدول حيصيروا هم الناشطين، والآخرين مش حي بجوز حيكون صعب أنهم ينزلوا ويحتكوا بهالسهولة في الواقع اللي موجود. هل بتشوفي هذا الكلام صحيح؟ ومنه حاب أدخل لشو أعطتك السوشيال ميديا كمتطوعة، يعني شو أفادتك؟ هل فعلا هل ممكن إحنا يعني نتكلم أو الرد على العبارات اللي كانت تطلع إنه اللي بيشتغلوا في السوشيال ميديا بيتسلوا والنشاط الحقيقي في الميدان بعيد عن هذا الكلام؟ المقصود ايش اعطتنا السوشيال ميديا؟ ايش اعطتك وانت متطوعه ونشيطه في هذا المجال؟ ايش اعطتك السوشيال ميديا وايش بتتوقعي لها في الايام القادمه دور السوشيال ميديا في التطوع؟ وكيف ساعدتك بالضبط، وكيف ساعدتك؟ انا بلهم اسئله جديده الدكتور جمال. يعطيك العافيه. هلا بالنسبه للسوشيال ميديا، يعني انا كنت يعني دائما بحاول انه اي شيء يفيد الكوميونتي، اي نشاط بروحه، اني مش اوثقه، بس انه الناس، حتى الناس اللي سامعيني سامعينك تمام، يا فالناس مثلا اللي ما بتقدرش تروح مكان، انا كنت اكون موجوده بالميدان اصور لها اي شيء عمل تطوعي، اي شيء بصير جديد. هلا مع كورونا اللي لاحظته انه كل ما مثلا بعمل شير لاي شغله او بيكون مثلا اي حدا لايف، عدد المشاهدات عندي زادت. يعني بقول اوه، يعني في ناس بتعلق ولايك، وبتطلع على الفيو بلاقي عندي صار كتير ناس انها موجوده على الصفحه عندي وعلى الجروبات، وفي ناس بتتصل. يعني صرت بيسالوني اوه انت كل يوم مثلا بتحطي ترود الصبح، طيب شو صار، بتحطي الأشياء المهمة. فالحمد لله أنه صارت الناس يعني أنه بتسأل شو اللي صاير. أنا بالنسبة للسوشال ميديا كنت دائماً بخلاف أنه شو يعني الواحد يحط على الفيسبوك. هلأ إذا أنت بتحط على الفيسبوك مشان يعني عدة أسباب للسوشال، أول شيء إنه تشارك الناس الأشياء اللي أنت بتعملها، تكون مثال لإلهم. الحياة تغيرت، يعني زمان كانت السوشيال ميديا اللي هي الجرايد، فكانت الناس أي خبر تقرأ بالجريدة. هلأ الوضع تغير، يعني إحنا مش لازم نواكب العصر وتطور العصر. من كم من يوم ابني كنت أنا كمان سبونسر لدريم لانجويج، اتصلت علي الدكتورة بتقول لي بدنا نعمل جروب للأولاد فوكابلري ورايتنج وهيك. قلت لها it's okay. حتى كنت بالبيت بعت لابني اللينك، أشطر مني يعني grade 5، قال لي okay I will connect it now. في برنامج قالت لي عنه، قال لي بعرفه،
وكان عندهم كمان مسابقة للإنجليش إنه يعني من عمر من جريد 4 لجريد 6. فيعني مفروض إنه إحنا يعني نواكب التطور. كان زمان نعرف الأخبار أو نعرف الناس زي ما قلت بالجرايد، بالدعايات، بالراديو، بالتلفزيون. هلا الحياة صار كل شيء بإيدنا، يعني السوشيال ميديا والميديا صارت بإيدنا. ومع يعني اللي بصير بكورونا، أنت قاعد في البيت هلا، يعني صرت تعرف بنفس اللحظة شو بصير. يعني إحنا هلا أنا بمساقة، أنتوا بأوتاوا، الأخت كرام بوترلو، فإحنا كأنه هلا قاعدين مع بعض. فبالعكس السوشيال ميديا أنا دائما من مشجعيها. طبعا إحنا لسه الأولد فاشن على موضوع الفيسبوك هلا، فهالفترة شوية بلشت على الإنستغرام وعلى سناب وفي تو توك، هاي لسه مش قادرة أفهمه، بغير الأصوات بس بجوز كمان أشوف أخبار. طيب انا بدي اشكركم كثير، يعني الموضوع تفضلي اضافه على السوشيال ميديا، حيست لي خولة على يعني اللي بتعمله بالسوشيال ميديا. انا مع السوشيال ميديا وانا فيسبوك بيرسون، يعني ولي دوافعي العديده وكلها دوافع ايجابيه، ليس هدفي الشهره كما قالت الست خولة، هو من باب انه التواصل مع الاخرين. اللي ما حضر ايفنت يكون يعني في ظروف كثير تمنع الاشخاص من حضور بعض الايفنتات، فمرات نحن ممكن لما نطلع لايف على الايفنت نخليهم يشوفوا ايش اللي عم بصير، يعني هم جالسين في اماكنهم بدون ما يتقلبوا، يعني we are doing them a favor by the way. ايضا من باب نشر المعلومات وايضا من باب الالهام احيانا، انه النتيجه او الاوتكم لاي شغله صارت على الفيسبوك قد تكون ملهمه لشخص اخر ان يتطوع وان يكون بنفس العمل. انا اريد ان اشارك يعني قصه قد تكون ليست مهمه لبعض الاشخاص ولكنها كانت يعني مهمه جدا لعائله وغيرت حياه عائله. من خلال السوشيال ميديا تواصل معي احد الاخوه، احييه بدون ذكر اسماء، وهو من السعودية، وكان هو من الأخوة من الأماكن التي فيها حروب، وكان هناك معاملة سبونسرشيب لإله عن طريق جروب فايف، والأشخاص اللي عاملين له الجروب فايف هم من أعتقد من سكارو. فكان في هناك مشكلة تواجههم في عملية الكفالة من خلال السوشيال ميديا. أنا لا أعرف الشخص ولا عمري التقيت فيه، ولكن من خلال المجموعات، مجموعتنا مجموعة الأستاذ محمد والمجموعة اللي نحن فيها، هو لاحظ أنا أنه عندي شوية معلومات، مش كتير أنا ضليعة بالهجرة، ولكن تواصل معي على الماسنجر وأنا زودته بمعلومة بسيطة جدا. يعني هذه المعلومة قد تكون لا شيء بالنسبة لشخص عايش في كندا ولكنها غيرت حياته. فأنا زودته بمعلومة معينة، هو كان رقم تليفون أو I referred him to some services، وبعد سنة نسيت الموضوع أنا يعني. فمرة كنت جالسة جاءتني المسج وإذا به يقول لي أستاذة إكرام أنا فلان لفلاني، وأنا بس بدي أبشرك أنه أنا حاليا في كندا وأشكرك على المعلومة اللي زودتيني فيها. ويعني هاي كانت يعني نقطة فارقة، وكنت أنا يوميتها كان عندي أشخاص مدعوين على العشاء وصرت أبكي بنص الجلسة، فقالوا لي ليش؟ قلت لهم يعني أنا هلأ جتني المسج من هذا الشخص وقديش هو ممتن الآن أنه وأطفاله في مكان آمن واستطاعوا أن يوصلوا لكندا. فالمعلومة البسيطة أحياناً قد تكون فارقة في حياة العديد من الأشخاص، وأنا أشكر السوشيال ميديا يعني الفيسبوك أو الماسنجر أو أي سوشيال ميديا يستخدمها الإنسان بشكل إيجابي تؤثر في حياة الآخرين. فقد أحببت أن أشارك هذه القصة لأنها فعلا كان لها أثر كبير في حياة أشخاص يعني عانوا من الحروب والنزاعات والآن هم في مكان آمن في كندا والحمد لله. أكيد، بارك الله فيكم. طبعا السوشيال ميديا هي طريقة لنشر الرسالة الإيجابية والسلبية، فإذا بنستخدمها إيجابيا ممكن أكيد نوصل لنتائج جيدة، وممكن أنه نقدر نعطي معلومات للناس اللي ممكن تساعدنا في العمل الإيجابي اللي عم نعمله أو العمل التطوعي. طبعا هون في سؤال خارج المنهج، هذا إجاكم من الأخت وفاء آغا. الأخت وفاء آغا بتحكي بالرغم من الاحتياطات التي تأخذها الحكومة، المشاركة بالأعمال التطوعية بالوقت الحالي يتطلب شجاعة،
الذي يقدموه بده قوة إيمان وتضحية. شكرا لكم على اللي بتقدموه الأستاذة إكرام والأستاذة خولة. أنا بدي أضيف سؤال، شو التحديات الحالية للمتطوع في عصر الكورونا؟ احنا بنعرف الحالة النفسية، الحالة الصحية، شو التحديات اللي ممكن تواجهها كمتطوع للكورونا؟ أنا بدي أحكي بعد ما أنتوا تحكوا، إذا بدي أكمل إذا ناقص شغلة من الناحية الطبية. تفضل يا أستاذة خولة. والله أنا بالنسبة لي يعني شايف الحياة شبه طبيعية. الشغلة الوحيدة إنه بحاول ما أكونش قريبة من الناس لما بطلع، وأوريدي يعني الـ وين ما كان إنه لازم يكون في مسافة، بطلعش غير للضرورة. موضوع إنه توزيع الوجبات هاي اليومي الحمد لله، يعني بطلع تقريبا ساعتين ساعتين ونص. كمان حتى لما بكون يعني الأكل بحاول أحطه يعني على الباب لتسي وبروح، مشان ما يكونش تواصل مباشر مع الأشخاص. منعقم إيدينا، بروح البيت بغسل إيدي، that's it. يعني هو بده جراءة، يعني مش كل واحد بيقدر يطلع، هو يعني لأنه الناس خلاص عملت isolation لحالها وحبست حالها. بس بحاول ما يعني ما بختلط بمرضى، ما بختلط ب يعني هو مشوار وبرجع. البنك مضطر، البنك فاتح، فيعني رحت على البنك بدي اعمل شوبينج، عملت شوبينج بس بالطريقه انه اخذت الوقايه. يعني طبعا لسه ما عملتش الماسك اللي عملته دكتور، هي عندي الاشياء هي حاطه جنبي انا حطيت الخيار جنبي. شايفين صراحه عجبتني الفكره بس لسه ما عملتهاش. $40 حقه هذا، لا وبيوصل ل $100. استاذ انا التولز كلها عندي بالاوفيس، فاليوم اجيت اليوم حامله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ اكرام، طبعا هو يعني الانسان لما يكون متطوع تكون جريء زي ما تفضلت ست خوله، الجراءه والقوه يعني قوه القلب. لكن انا التحدي اللي واجهته في موضوع التحول اثناء الكورونا او التطوع اثناء التحول، ان شاء الله يتحول الفيروس ان شاء الله، التطوع هو يعني ايش الججمنت بالعربي، الاحكام. يعني مرات اشخاص بيحكموا عليك انه يي هالطالع من البيت وين طالع ومن يروح ايش بده يعمل، ليش معرضه نفسها ومعرضه عائلتها للخطر. فتعرضت لهذا النوع من التحدي أنا من الأشخاص، يعني بعض الأشخاص بس أنا يعني I don't care يعني I do what I do. يعني زي ما حكت ست خولة أنه بتخذ جميع إجراءات السلامة، يعني بحاول دائما أنه يعني المعقم يعني المسافة بيني وبين الشخص اللي بقدم الخدمة، كل الاحتياطات يعني بكون ماخذتها بعين الاعتبار. لكن يعني لاحظت انه شوية المجتمع العربي الكندي متأثر جدا بالإعلام العربي في الدول العربية. ما يحدث في الدول العربية يختلف تماما عما يحدث في كندا. يعني المجتمع الكندي أو الحكومة الكندية من خلال فهمي المتواضع لها من وجودي هنا 6 سنوات ومن خلال الانفراستركتشر المتوفر للمجتمع الكندي تختلف عن ما هو في المجتمع العربي. فلاحظت أن المجتمع العربي في كندا متأثر جداً بما يحدث في المجتمع العربي في مطل العربي. لذلك أحياناً يطلقون الأحكام على بعض الأشخاص العرب بناءً على ما يحدث بالوطن العربي، وهذا طبعاً شكراً للإعلام والسوشيال ميديا اللي بتنقل يعني الإيجابي والسلبي. هذا هو التحدي الوحيد فقط، يعني اللي هو مرات الحكم السلبي من الآخرين. وأنا كإكرام يعني أثق بما أفعل وأتوكل على الله سبحانه وتعالى، والحمد لله أن أسرتي داعمة وزوجي داعم يعني الحمد لله. ولكن يعني we do what we do. الله يعطيكم العافية. أنا طيب. بس معلش بدي أعلق طيب. على الموضوع هذا، طبعا في تعليق من الأستاذ رامي على اللي عملته الأستاذ إكرام. بشكل عام من المهم عدم استصغار أي عمل تطوعي أو خدمي، فخدمة بسيطة قد لا تلقي لها أي بال تكون سببا في تغيير حياة شخص آخر نحو الأفضل.
وأكيد يعني هذا شيء صحيح. أنا حاب أضيف على الموضوع هذا خاصة في الوضع الحالي، أنه إحنا كأي متطوع لازم ينتبه على صحته في البداية، لأنه هو لازم يرجع على بيته ويرجع لأهله. فأخذ كل أساليب الحيطة والحذر والاحتياط، لبس الكمامة، غسل اليدين جيدا، عدم يعني الاحتكاك مع الآخرين بشكل مباشر، لازم يكون على مترين. يعني هاي الشغلات أنا بكررها، أنتوا حكيتوها وبنعيدها 100% إنه يكون منتبه. طبعا هو الموضوع، لا الناس يمكن تسأل ليش إحنا بنودي فالنتير، طب ما يطلع هو الشخص. يس هم الفالنتير لما يروح يجيب مثلا 5، 6، أو 10 أشخاص، بخفف 10 أشخاص منهم يطلعوا على السوبر ماركت، خاصة الكبار السن والناس اللي عندهم أمراض. فربنا يحفظ الجميع. أستاذ محمد تفضل. أنا بدي أبدأ هالمرة بإكرام اللي ممكن يتبادر لذهن الإنسان هو بيسمع هذا الكلام، إنه التطوع مسألة فوضوية، يعني أي مجموعة حبت إنها تشتغل شيء، تمارس عمل تسميه تطوعي، بتروح بجمعوا حالهم بروحوا يعملوا هالعمل هذا. هل فعلا هذا الواقع في كندا؟ ولا لما بنحكي تطوع في له أصول، في له أحكام، في له جهات رسمية، في له جهات بتنظمه، هل في رقابة عليه، هل في حماية له فعليا؟ إيش الظروف اللي موجود فيها التطوع، ولا هي عبارة عن مسألة حرة بشكل كامل؟ أي مجموعة حابة تتطوع في عمل معين بيروحوا بيشتغلوا فيه عادي؟ أشكرك أستاذ محمد، طبعا سؤال مهم جدا. أنا من خلال يعني خبرتي المتواضعة لاحظت أن التطوع في كندا يختلف عن التطوع في بلادنا. التطوع في كندا قائم على المؤسسات والمجموعات، لكن في بلادنا معظم الأحيان على ما أذكر كانت مبادرات فردية، أشخاص يقومون بمبادرة ثم ينضم إليهم مجموعة أخرى من الأشخاص. الآن تغير الوضع أكيد في بلادنا، ولكن في كندا التطوع هو مؤسسي أكثر منه فردي، وتحكمه معايير وقوانين وأنظمة. أعطيك مثالاً أستاذ محمد، مثلاً للعمل مع اللاجئين أو القادمين الجدد، هذه الفئة من الناس تعتبر فئة يعني vulnerable، لأنهم ما بيعرفوا الأنظمة، ما بيعرفوا اللغة، في عندهم كتير challenges. فللعمل معهم من خلال المؤسسات يجب أن تنطبق عليك العديد من الشروط. أولاً دائما يعني من خلال لما كنت أنا أقدم للتطوع مع أي مؤسسة من هذه المؤسسات، سواء للنساء أو الأطفال أو القادمين الجدد، كانوا يسألوني عن references أو مراجع أو معرفين أو ناس يعني يسألوهم عني أنا كإنساني كإكرام، هل هناك ما يمنع من مثلا أن أقوم بخدمة هذه الفئة من المجتمع؟ وأيضا كانوا يطلبون ما يسمى البوليس كليرانس، اللي هو فورنبل سيكتر بوليس كليرانس، اللي هو شهادة خلو أو لحكم عليه أو لا جرم عليه. هذه الوثائق مهمة جدا في أي مؤسسة كندية تقدم الخدمة للأشخاص يعني الفورنبل في المجتمع، كالنساء، كالأطفال، كالقادمين الجدد، كاللاجئين. فهي لها قوانين ولها معايير، في بوليسي كل مؤسسة تتبع هذه البوليسي. وأيضا عندما تنخرط ويتم قبولك، عندما قبلت بهذه المؤسسات التي عملت بها بناء على الرزمية التي قمت بتقديمها وبناء على مقابلة، زي كأنه مقدم على عمل مدفوع الأجر، يعني ما كانت الأمور أنه والله رحت عليهم قلت لهم هي أنا بدأت أتطوع معاكم، لا. It was a long process. It took me 2 years to be honest. بكندا أخذتني سنتين حتى استطعت أني أدخل بمؤسسة غير ربحية وأتطوع بشكل رسمي معهم. فحتى أنا I built my resume هنا بكندا حتى استطعت أني أتطوع مع أول مؤسسة كندية. فطلبوا مني resume، طلبوا مني مقابلة شخصية، وطلبوا مني references، وأيضا كان شرط من شروط التعيين كمتطوعة تزويدهم بشهادة من الشرطة أو من المحكمة بعدم وجود أي مخالفات أو أي لا سمح الله مخالفات سلوكية أو جرم على جنائية. عند أسفة جنائية يعني. نعم. أيضا عند البدء أول فترة تعتبر orientation أو تدريب، تقوم المؤسسة بتدريبنا كمتطوعين. صح أنا عندي المهارة
وعندي الخبرة وعندي المعلومة، ولكن قاموا بتدريبي، لأنه هناك سيناريوهات، هناك مواقف يجب أن أتعامل معها أنا، لأني أتعامل مع العامة، أتعامل مع ناس يعني بحاجة لخدمة المؤسسة، فيقوموا بتدريبنا ويتأكدوا فعلا أننا قادرين على تزويد هذه الخدمة للأشخاص الذين سيتلقون هذه الخدمة مننا، هذا كمؤسسات و يعني ودوائر حكومية أو مثلا الكوميونتي سنترز أو النيبرهود جروبس. على المستوى الفردي طبعا لا شيء في القانون الكندي يمنع أي مجموعة من الناس أن يبادروا بأي مبادرة، مثلا أحيانا أرى مبادرات من سكان الحي أن هذا الأسبوع هو لتنظيف الحي، هذا عمل تطوعي نريد أن نقوم بتنظيف الحي، أو مثلا هناك مبادرة أن هذا الأسبوع مثلا بيسموه الجراج سيل، أو إذا عندك أشياء بدك تعمل ريسايكل لأنها في المنزل، هذا على مستوى الأفراد، لكن طبعا تحكمه قوانين البلد والباي لو تاعت المدينة التي يسكن فيها الشخص. إذا الأمور مسيطر عليها، والأمور ليست يعني على مستوى الأفراد، ولكن على مستوى القوانين والأنظمة التي تعمل فيها البلد، لأنه يعني هو طبعا هذه الأنظمة كلها لحفظ سلامة الأشخاص المتلقين للخدمة، سواء من متطوع أو من شخص يقوم بأخذ الأجر عليها، يجب أن تضمن الحكومة سلامة أي متلقي لأي خدمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. هذا ما يعني، هذا حسب معلوماتي. شكرا. أستاذة خولة عندك إضافة؟ يعني في سؤال جاي خفيف. في سؤال جاي، لا الإضافة إنه تكون مبادرات عن طريق مؤسسات نون بروفيت اورجانيزيشن بكندا، وانا يعني ساهمت مع مجموعه من النون بروفيت اورجانيزيشن او مع الجمعيات النون بروفيت، وفي كمان مبادرات فرديه شخصيه، ويعني عملت مجموعه كمان الحمد لله من المبادرات الفرديه. ف ممكن تكون بوث سايدز. اوكي طيب، أنا السؤال تبعي الآن، أنا رجل بدي أتطوع أو شخص بدي أتطوع، إيش الفائدة اللي أنا حجديها من التطوع؟ عم بخسر وقتي، عم بخسر جهدي، وقت عائلتي، هل في فوائد من التطوع في كندا؟ هل هذا تقدر تجنيه فعليا؟ أستاذ خولة تفضل. هلا موضوع التطوع هو يعني قلنا يعني إشي بيكون نابع من يعني الإنسان من نفسه إنه بده يتطوع. اليوم عندنا أنا بحكي 24 ساعة، بال24 ساعة لو تطوعنا ساعة باليوم أو ساعتين حيضل 22 ساعة. وبالآخر يعني أنا دائما بقولها اللي هو time management، إنه لازم يكون عندنا ترتيب لوقتنا ونستغل الوقت يعني ممكن أنا أقعد أروح السينما تواش مو بساعتين، لو حطيت ساعتين من يومي لموضوع تطوع أو مساعدة الآخرين ما اليوم حيخلص. هاي بالنسبة للموضوع الوقت أو موضوع العائلة. موضوع حتى يعني العائلة، أنت بتكون مثال لهاي العائلة إنه بعدين يحدوا الطريق اللي أنت بتعملها. يعني إحنا هلأ موجودين بس إحنا بدنا كمان أولادنا يكونوا بنفس الطريقة، إنه زي يعني إنه الأولاد زي ما بيشوفونا بنتطوع بكرة دورهم إنهم كمان يتطوعوا، يحتذوا فيك يعني مثال تكوني لهم. مثال يحتذى به. هاي بالنسبة لموضوع البيت والأولاد والوقت. الموضوع اللي هو يعني في ناس بيقول لك إنه أنت بتطلع، طب مين بدفع لك البنزين تبع السيارة؟ أنا بالنسبة لهاي الأشياء يعني عمري ما اطلعت لها ولا إن شاء الله اطلع لها، لأنه الواحد في الآخر احنا عندنا بنقول ما نقص مال من صدقه ومن زكاه. ف يعني انا دائما باخذها بهاي الطريقه، يعني عمري ما طلعت لشغله ماديه. موضوع الوقت وكان التايم مانجمنت، بنرتب وقتنا. موضوع الاسره، انت بتكون مثال لاسرتك ولغيرك انه يعني يعملوا نفسك بعدين.
طيب الأستاذ إكرام إيش رأيك؟ والله يعني هو سؤالك عن الفوائد، الفوائد للتطوع. الفوائد، الفوائد طبعا هو التطوع يعني بيعتمد على الشخص نفسه حسب ما هو هدفه من التطوع. هناك أشخاص لديهم دوافع وهناك أشخاص لديهم منافع، يعني كما قلت سابقا الشخص القادم جديد لكندا بحاجة إلى خبرة كندية فهو مجبر على التطوع، فهذا يعني له منفعة لأنه من خلال التطوع يستطيع أن يبني علاقات ويستطيع أن يبني نتوركينج ويستطيع أن يطور لغته الإنجليزية ويحصل على مهارات خاصة بالسوق الكندي، يتعرف على قوانين العمل الكندية، على هيلث أند سيفتي في كندا أو معايير السلامة والأمن في كندا، فهذا هنا جنى منافع لنفسه، يعني الدافع كان له منفعة. أو إذا كان الدافع هو دافع كما تفضلت الست خولة، دافع من داخل الإنسان، يعني إذا الإنسان يعني أنا مع إنه الإنسان دائما يكون عنده وقت في يومه للتطوع وللآخرين، وتطوع قد يكون من خلال أحيانا قد يكون تطوع على فكرة يعني مش بس بوقت، يعني مرات بيكون يعني جهد، مرات مال، يعني المال يعتبر حتى لما أنت تعمل دونيشن لمؤسسة تعمل على رعاية الأطفال أو الأرامل أو المعنفين، هذا المال يعتبر نوع من التطوع لأنك أنت جنيت هذا المال بعمر بعرق جبينك وبالوقت الذي قضيته في هذا العمل لتحصل على المال، فهو نوع من التطوع. ف يعني حسب زي ما يعني المانجمنت أو إدارة الوقت. أيضا عند التطوع لا ننسى العناية بأنفسنا وما يسمونه في العالم الكندي السيلف كير، يعني الإنسان أن يقوم بعض الأشخاص، أنا بالنسبة إلي التطوع يعتبر سيلف كير لإلي، أشعر كبيرة جدا عندما أقوم بمساعدة أي شخص، يعني أقوم يعني لما شخص يحصل على مساعدة مني ويستفيد منها أو أشعر بالإمباكت أو الأثر الذي تركته على المجتمع وعلى الفرد، أعتبره هو شيء يعني روحي وجداني أعشقه، ويعني رضا نفسي. رضا نفسي يعود علي بالرضا النفسي. أحيانا قد تسمع فيدباك من شخص، يعني أنا التقيت بإحدى الزميلات وكنت مساعدها بالزمانات وناسي الموضوع، لكن الأثر كان إنها بعدين لما شافتني أنت ساعدتيني زمان، ويعني فهذا الأثر أو هذا الريورد اللي بيشعره الإنسان، الأثر النفسي يعني جميل جدا، شعور جميل جدا. فيعني حسب الشخص نفسه إيش الدوافع بتاعته. بعض الناس يأخذها من منطلق ديني، أنا بكسب حسنات، يعني التطوعات بعتبرها صدقة يعني، وهذا طبعا موجود إحنا عندنا المسلمين بشكل كبير، إنه لا ما نقص مال من صدقة، ولا يمشي أحدكم في منفعة أخيه خير من، مش حافظ الحديث بس يعني إنه مهم جدا الإنسان يساعد أخوه الإنسان، وكلكم يعني كالبنيان المرصوص بنساعد بعضنا البعض. فمن باب ديني أيضا يعني الإنسان بيعمل البحر وبرميه، بيعمل الخير وبرميه بالبحر، وربك سبحانه وتعالى هو الذي يجزي، ويعني يا رواد. طبعا انا بدي اضيف عليهم شويه شغلات، يعني هيك بهارات زي ما أكيد بحكوا. أنت معلمنا دكتور لا جمال يا في ستي، التطوع شوفي نتعلم من حضرتك إحنا. اول شغله يعني انا بحكيها اللي هي رضا الله سبحانه وتعالى، لانه أكيد رضا الله يعني اللي بيعمل وبيخدم الناس ربنا بيرضى عنه وبيحبه وبيوفر له وبيساعده. يعني دائما أكيد إذا أنت بتساعد شخص في يوم من الأيام أكيد راح تجد شخص يساعدك، إذا مش هو غيره. الشغلة الثانية اللي المهمة اللي بالنسبة إلي أنا بعتبرها، إنه زي ما حكت الأستاذة خولة، إنك تكون جزء من المنظومة اللي بتعلم فيها ابنك، وأنت تكون حذوة له أو قدوة له. أبويا الله يرحمه كان دائما يقول لي، كنت أسأله دائما ليش هو كان بيساعد الناس وهذا، بيقول لي كان دائما يحكي لي حديث الرسول اللي ما بنساه دائما، إنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي هو إثراء الآخرين على النفس. فكانت هاي تعليم أبوي، يعني علمني إياها، هو حديث رسول بس هو اللي علمني إياها بالعمل اللي كان يسويه. فهاي كيف إحنا نعلم أولادنا. الشغلة الثالثة اللي هي مهمة جدا في كندا، النتوركينج. يعني احنا في بلادنا في موضوع اسمه واسطة، في البلد هاي في شغلة اسمها نتوركينج، وهاي مهمة جدا جدا
خاصة في إيجاد عمل أو إشي. فأنت لما تروح تتطوع مع مؤسسة بتساعدك كتير في النتوركينج. والشغلة الرابعة اللي مهمة كسب مهارات جديدة. يعني كتير أنا تطوعت مع شركات أو مؤسسات اضطروني أني أسوي شغلات عمري ما سويتها في حياتي، فاستخدم يعني أظهروا في شيء جديد. صرت أحكي أنا طب أنا يا عمي ما عمري مثلا خلط ألوان مع بعض، لا تعلمت كيف مثلا شغلات زي هيك، تعلمت كيف أعمل أستخدم أدوات النجارة أنا ما عمري استخدمتها، فأعطتني كسبت مهارات جديدة أكيد يعني بستخدمها لحالي. تفضل أستاذ محمد إذا عندك شيء. أنا بس عندي سؤال. أولا بدي أعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث درجته ليست الصحيحة لكن يؤخذ بفضائل الأعمال. الحديث بيقول الخلق عباد الله، الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. فمن هنا أنا بدي أدخل بسؤال. اليوم إحنا بنتكلم عن متطوعات عربيات ومتطوعين عرب وبنتكلم عن المجتمع العربي. شو حجم التطوع داخل المجتمع العربي؟ هل المجتمع العربي مشارك ومتطوع ويتطوع لخدمة المجتمع الكندي؟ ولا العرب ملوا أصلاً يدوب يسكروا على حالهم مشاكلهم، يدوب يخلصوا المشاكل اللي حولهم، هم بدهم حد يتطوع لهم عشان يساعدهم؟ فهل هالحقيقة هذه؟ ثانياً المتطوعين العرب هل عندهم حس بالانغلاق فقط بيساعدوا بعض، ولا هم مفتوحين على المجتمع الكندي بيساعدوا الجميع، بيساعدوا أي حدا اسمه كندي موجود في كندا، سواء مقيم في كندا يدرس في كندا مواطن كندي معه جواز كندي، أي أحد يقيم على هذه الأرض الكندية مهما كان جنسه دينه أصله، المتطوعين العرب يساعدوه. من خلال خبرتكم كيف شفتم حجم التطوع داخل المجتمع العربي، وكيف شفتم نظرة العرب للآخرين في التطوع؟ هل هم منغلقين على بعض ولا مفتوحين على المجتمع ككل؟ ونبدأ بالأخت خولة. بالنسبة يعني احنا ما بنقدر نعمم او نحط، يعني كان سؤالك انه هل المجتمع العربي او الجالية العربية بتتطوع؟ نعم. الجالية العربية يعني احنا عددنا كجالية عربية ممكن نتعداش 6 أو 7% من ممكن مليون من عدد سكان كندا كجالية، بس إلنا دور فعال. يعني ما بننكر وجود الجالية العربية وفعاليتها صارت مؤثرة وبتساعد بالكوميونيتي. أنا صار معي موقف قبل سنتين، كان في عنا بميسيساغا كل سنة العمدة بتطلق حملة بالثانكسجيفينج داي بعيد الشكر، إنه الناس تتبرع بمواد غذائية وبمعلبات للفود بانك. فبحكي مع سيدة كمان ناشطة من الجالية الباكستانية، فبتقول لي خولة I am wondering إنه why يعني ليش الكوميونيتي العربي ما بيشاركوا بالمير تشالنج فود بانك Thanksgiving Day كل سنة. أنا فاكر كنت بابتيم هورتن وكان ضايل للحملة يومين، فعملت إعلان وقلت لهم تضامناً مع حملة عمدة ميسيساغا لتبرع لي بنك الغذاء بميسيساغا، أي حد حاب يتبرع يتواصل معي. خلال يومين أكثر من طن مواد غذائية، صار في كذا كمان سيدة ناشطة اتصلوا علي قالوا لي أوكي شو هاي اللي بعتي، قلت لهم هيك هيك هيك، قالوا لي لا، لأنه كانت الفكرة إنه العرب إحنا ما منشارك الكوميونتي العربي ما قاعدين منشارك بالفود بانك
اللي بمساقة، وصار كان عندنا عدد لاجئين أو قادمين جدد من الأخوة اللي من سوريا، فكان يعني إنه الفود بانك بحاجة لإحنا كعرب كمان إنه نساعد. فبأقل من 48 ساعة الحمد لله تمكننا من جمع تقريبا طن وزيادة مواد يعني ما شاء الله غذائية، أقل من 48 ساعة. وأنا قضيت يعني الحمد لله مع الأخوات أكثر من يوم، إنه نروح من موقع لموقع نأخذ، وسلمنا للفود بانك، وحتى ما كانش تجهيز قلت لهم أعطوني كرتونة هاي مقدمة من ميسيساغا أرب كوميونيتي جروب، والحمد لله يعني كنا موجودين بالميدان زينا زي غيرنا. ف مدى التطوع، لا في ناس في يعني الخير وبمتي ما بقيت، وفي كتير ناس بالكوميونتي عنا معطائين وبيساعدوا بالفود بانك لما بيكون حملات تبرع بدم، في كتير ناس بتطلع، في ناس يعني مش ظاهرة، في ناس تشتغل بصمت كمان. ف أنا بعتبرها الجالية العربية، في نوعيات بتقول لك أنا ليش أروح أتبرع شو دافعين لي، بس لما بشوفوك أنت بتتبرع وبيسألوك أو بتروح فالنتير بيسألوك طب كيف بتنظم وقتك، طب شو بتاخد، بصير عندهم كمان دافع. فبالعكس أنا يعني الجالية العربية عندنا جالية يعني كويسة، وحتى هلأ أبنائنا النيو جينيريشن صار هاي الإشي عندهم ضروري، لأنه بالمدرسة لازم يتطوعوا 40 ساعة مشان يتخرجوا. يعني أنا مرات بعمل جروبات للمتطوعين لما بكون بشارك مع الجمعيات النان بروفيت أورجانيزيشن، بيجوا بقولوا للطلاب إنه إحنا عندنا 40 ساعة و50 ساعة و70 ساعة و170 ساعة، يعني بستغرب انه هم يعني مش بس ال 40، يعني في طلاب وصلوا ل 200 ساعه و70 ساعه و170 ساعه. بستغرب. الو يس مايك يا فالعدد، لا بالعكس يعني الجاليه احنا ما مش بس منقيس علينا احنا الاباء، نيو جينيريشن الشباب اللي بالمدارس وبالجامعات كتير منهم يعني عدد يعني كويس، لأنه صار طبيعي بالنسبة لهم يعني إشي طبيعي إنهم يكونوا متطوعين. ممكن النيو إيميجرانت والناس اللي جايين جديد مش كلهم بيعرفوا أهمية العمل التطوعي أو ليش الواحد بروح بتطوع ببلاش، مش الجميع بس النسبة كويسة. والجيل الجديد ما شاء الله عليه يعني كمان مشارك، لأنه صار يعني طبيعي إنه يشارك. إشي تاني مع الست إكرام؟ أنا بصراحة أثني على قول ست خولة، شايف العرب لا على العكس منخرطين بالمجتمع وبتطوعوا من خلال تطوعي بالمنظمات اللي ذكرتها دكتور جمال في البداية، الكنيديان كانسر سوسايتي، المينونايت كوليشن فور رفيجي سبورت، وينزر وومن وركينج فور إميجرانت وومن. كنت أشوف العديد من النساء العربيات والرجال العرب أيضا يتطوعون بهذه المنظمات، بالإضافة إلى من خلال الجروب أو الكوميونيتي اللي أنا موجودة فيه حاليا في ووترلو، ألاحظ نسبة كبيرة من النساء تتطوع في المدارس، مدارس أبنائهن في أثناء وجبة الغداء أو أثناء الرحلات المدرسية أو في البرامج الأخرى التي تطرحها المدارس للتطوع. فأنا يعني من خلال مشاهدتي أرى أن العرب ما شاء الله يعني منخرطين في المجتمع ويتطوعون بشكل كبير داخل مجتمعهم نفسه وخارج المجتمع للمجتمع الأكبر، يعني أراهم في كل مكان ما شاء الله يعني، وهذا الشيء يثلج الصدر ونجعلنا أنا يعني كامرأة عربية مسلمة أفخر بمجتمعي وأفخر يعني العرب بشكل عام بما يقدمونه للمجتمع
يعني المجتمع الأكبر أو المجتمع الكبير في كندا. فهناك مبادرة مثلا تقوم فيها جمعية النساء المسلمات Coalition of Muslim Women اسمها Give 30. والGive 30 هذه المبادرة هي أن تتبرع المرأة المسلمة أو العربية بما قيمته، يعني 30 هو كمينيموم في رمضان، في شهر رمضان بدل ما أنت مثلا تشرب فنجان قهوة باليوم بكلفك دولار، فبتتبرع بال30 دولار هذول للفود بانك. فكانت هذه المبادرة ما شاء الله ناجحة جدا في الأعوام السابقة، لا أذكر الرقم ولكن كان رقم يثلج الصدر الذي تم التبرع به لبنك الطعام في منطقة ووترلو. بالإضافة إلى المبادرات الأخرى اللي ذكرتها في بداية مقدمتك دكتور جمال، اللي هي في عنا مبادرة الباك باك تشالنج. الباك باك تشالنج هو مبادرة تقوم بها شرطة إقليم ووترلو سنويا لجمع حقائب مدرسية من المجتمع المحلي. فكانت مجموعة Women Empowerment من النساء العربيات المبادرات في شراء العديد من الحقائب المدرسية والتبرع بها إلى شرطة الإقليم. شرطة الإقليم طبعا فرحوا جدا بهذه المبادرة من المجتمع العربي واستقبلوا النساء باستقبال يعني جيد جدا، وقاموا طبعا احنا كما قالت صديقتي يعني دائما نحن مثال لأطفالنا، فنحن في هذه المبادرة قمنا بأخذ أطفالنا معنا للسوبر ماركت لشراء الحقائب، ثم ذهبوا معنا إلى مركز الشرطة لإهداء هذه الحقائب الإقليم، وقاموا بالتصور مع التصوير مع الشرطي المسؤول، وكان يعني أثرها جدا رائع على المجتمع الأكبر من يعني المجتمع. ما خافوا منه؟ لا لا على العكس، كانوا يتصوروا معه رح يأكلوا أصلا. أنا 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 بدي أسأل سؤال، أعرج على سؤال مهم. أنا أكيد بأكد عليكم إنه ما بدنا 100% من أبناء الجالية يكونوا متطوعين، هذا إشي صعب ولا مستحيل في أي مجتمع إنك تجيب. فالناس اللي بيقولوا إنه أبناء الجالية العربية ما بتطوعوا، لا طلعوا هاي عنا ما شاء الله نورتين سيدتين من درر المجتمع العربي. شكرا جزيلا، ونفتخر بهم. يعني هذول يعني حتى جبنا إحنا مثال سيدة، ما جبنا رجال عشان نثبت للعالم كله إنه السيدة والمرأة العربية قادرة على العطاء وعلى العمل والإصرار. أنا بس بدي أسأل سؤال وأنا عارف جوابه من كنتين، أوكي؟ لأني أنا بسميكم أنتو two global citizens، أنتو مش ملكو جنسيات. هل التبرع أو التطوع يحدد بالجمعيات المسلمة والجمعيات العربية، أم أنتو فاتحين قلوبكم للجميع واللي بتقدروا تساعدوه راح تقوموا تساعدوه؟ ما بعرفش مين حابب يبدا. احنا بدانا مع الاستاذه خولة قبل شوي، تحبي تبداي ولا استاذ اكرام؟ تفضلي. ما فرق عندي، ما فرق. طبعا شكرا لك دكتور جمال على الاطراء. نحن بنقول بالأردن نحن خوات رجال الحمد لله، يعني تدربنا على أيدي رجال ونساء كانوا هم القدوة والمثل. فأنا تربيت يعني ببيت كان بيت كرم وبيت تطوع، وأخذت هذه العادة أو هذه المهارة من جدودي رحمهم الله ومن والدي رحمه ومن أمي ومن الجميع حولي ومن المجتمع. وزوجي طبعا داعم كبير لي بهذا العمل، دائما يعني إذا واجهت أي تحدي يساعدني، يعني ما في أي، الحمد لله فيش أي معوقات على المستوى الأسري والمستوى الشخصي. طبعا تحية لأبو هاشم من هون. الله يسعدك. ما بعرف وين اختفى، حتى مش بتابعني على الفيس بعدين بحاسبه. مش بتابعني أنا لايف، فهو لا هيز وركينج فروم هوم، يمكن بيصحح لطلابه او يعني عنده شغله. فهو داعم دائما لي، حتى اهلي في الاردن يعني اعمامي عماتي الكل، يعني سبحان الله يعني نحن نجد دائما العمل الجيد الكل يشجعه سواء القريب او البعيد. هلا بالنسبه لي كاكرام، يعني دائما انا اساعد من يحتاج مساعده بغض النظر. يعني اذا وجدت سيده في الشارع لا اعرفها ورايت انها بحاجه الى مساعده أقوم بساعدتها. عند قدومي إلى كندا أذكر أني والجميع ضحك مني وقالوا يعني أنت مجنونة، كيف تأخذيها بتوصليها ما بتعرفيها؟ فقلت لهم يعني الجو كان جدا بارد، وكانت هذه السيدة يعني تحمل العديد من الأكياس. فقلت لها هل تريدين أن أوصلك إلى بيتك؟ فقالت هل أنت متأكدة؟ وهي امرأة كندية يعني، فيعني وثقت أنها بحاجة إلى مساعدة، وقد أوصلتها إلى بيتها ووصلت آمنة وأنا كنت آمن الحمد لله، وثقت فيها.
يعني أنا أساعد من يحتاج مساعدة بغض النظر عن الباك جراوند أو العرق أو أو أي خلفية له، وأنا أعمل مع منظمتين لا تخدم عن المجتمع العربي، أو المنظمات اللي عملت معها تقريبا جميعها لا تخدم فقط المجتمع العربي، ولكن الآن أركز على التطوع. طبعا مع الانشغال والأسرة بدأت بتطوع مع الكنديان كانسر سوسايتي، وكما تعرف هذه المنظمة تخدم كل فئات المجتمع. وكنت على فكرة يعني بتعرف شو كنت أتطوع، كنت أبيع هاي الزهرة تاعت الأبريل مانث، كنا نبيعها بالسوبر ماركتات كنوع من الفند ريزنج، أو مرات يعني نذهب لمراكز أخرى يعني الفند ريزنج لهاي المؤسسة. الآن أنا أعمل مع منظمتين لا تستهدفان فقط المجتمع العربي أو المسلم، اللي هي المونايت كوليشن فور ريفوجي سبورت، والمنظمة الأخرى هي كوليشن فور مسلم وومن يس سي ام دبليو. هذه المنظمة لها فيجن في التعامل مع اللارجر كوميونيتي، مع المجتمع الأكبر، من حيث يعني زيادة الوعي نحو الإسلام والمسلمين، ومن المبادرات التي نقوم بها أيضا مثلا سلام كندا، الإسلاموفوبيا، نقوم بمبادرة اللي هي Give 30 و Break the Fast with Muslim Women، فهي تستهدف المجتمع الأكبر. يعني في رمضان نقوم بدعوة المجتمع المحلي لتناول الإفطار معنا، وكل عام نقوم باستضافة حوالي 500 شخص من المجتمع المحلي، وعادة يعني هذول من مختلف الفئات ومختلف الأعراق والجنسيات. فلا أنا يعني جوابي لا، أقوم بالتطوع مع أي حدا بحاجة إلى المساعدة أو الخدمة. أستاذي خولة معك الميكروفون. نعم معك المايك. معك المايك. يا أنا كمان نفس الشيء، يعني هلأ أنت يعني الإنسان في الآخر إحنا كلنا ناس، يعني أوكي أنا عربية ومسلمة ومحجبة، حلو لما أنا أكون كمان موجودة مع الكوميونيتي الكندي، إنه إحنا جزء من هاي المجتمع، وكتير فينا ناس إنه كيف إنه أنت محجبة يعني موجودة في كل مكان. يعني قبل سنتين كان بنيو يير رحنا عملنا هدايا للهوملس اللي بداون تاون تورنتو، كنا حطينا لهم هدايا مع الاي دي ار اف، هي نون بروفيت اورجانيزيشن تشاريتي انترناشونال ديفلوبمنت ريليف فاونديشن. فقضينا النيو يير احنا كنا بداون تاون تورنتو، عملنا باكينج للهوملس وكمان وصلهم على اكل، وراحوا يعني مجموعه انهم راحوا وزعوا عليهم خلال نفس اليوم، يعني تقريبا كانت الساعة 11 بالليل، مشان يحسوا انهم يعني انه الكوميونتي كمان معهم. كان هايجين برودكت، صابونة، شامبو، فراشي أسنان، معجون أسنان، جلافز، طوائي، هي صح شغلات بسيطة بس يعني هم الاحتياجات الرئيسية كانت لإلهم. فكنت كتير مبسوطة إنه بدل ما أروح على الفاير وورك وأوقف بالسيليبريشن سكوير، لا إنه أنا كنت بعمل شغلة لناس هم في الآخر كمان منتل هيلت، كمان مع الوومن شيلترز كذا مرة كمان عملنا تطوع، يعني جمعنا نفس الشيء الاحتياجات الرئيسية للسيدات اللي بيعانوا من abuse ومنتال هيلث. كذا مرة رحت وكانت عندي تجربة يومها، كنت لازم أروح أسلم ملابس والأشياء اللي جمعناها، فكان يعني كتير top security إنه تدخل لهالمكان، فأعطونا وقت معين، إجت المانجر دخلونا كيف زي من الباب الخارجي، ودرج كان كتير يعني نزلنا تحت الأرض وقالوا لنا انه يعني for your safety انه لازم ما حدا يشوفكم ولا تشوفوا حدا. فكانت التجربة انه غريبة انه ننزل من الدرباس زي ما بنقول، وكان معي شنط تقيلة انه نحملهم وننزلهم، ما فيش أسانسير. بس يعني لما تروح على هاي الأماكن وتكون يعني موجود في هاي الأماكن تحمد ربنا إنه أنت كمان بخير، قدرت كمان هدول تفرحهم. صح هم ما شافونا ولا إحنا شفناهم،
بس أكيد لما حياخدوا الملابس والأشياء، والستات يعني كتير من كل الكوميونيتي عنا، سيدات مسلمات، مسيحيات، من هنود، تبرعوا، باكستان، من روسيا، يعني إحنا كندا مالتي كالتشر دايفرسيتي كانتري، فالكل لما أنت بتحكي لأي شيء بدنا ينعمل، يعني ما حدا بيسأل لمين رايح. وإحنا لما نتطوع نفس الشيء، أنا ما بعرف مين بالوومن شيلتر أو بالهوملس اللي بالشارع، فهاي هي إنك تعمل الخير بدون كمان أو تكون متطوع لتساعد الناس اللي محتاجة للتطوع. والتطوع بكثير شغلات يعني بسيطة، ممكن تبتسم حتى بوجه واحد، أنا بعتبره تطوع. هاي يعني الست أنا اللي يعني عن جد بحييها، اللي هلأ بتوزع، اللي بروح بأخذ منها، يعني بتفتح المحل مخصوص وبتيجي الصبح بتطبخ من أجل إنه أنا بس بجيها. فهذيك اليوم تأخرت، بتقول لي أنا بس باجي بنتظرك إنه أنت تيجي تأخذ الأكل، إحنا يعني مقفلين المحل. فحكت لها طب خلص أنا بصير أجي كل يوم خلص على الوحدة، إنه ما حاجي بعد هيك. ف يعني هاي الروح اللي إحنا بدنا إياها، يعني هي بتعطيني، ما عارف إن أنا كمان حتى لمين، هل هو مسلم، مسيحي، بودي، يهودي. إحنا هون بكندا ما بنتطلع لهاي الأشياء، وإحنا كنا يعني كوميونيتي واحد، مجتمع واحد، اللي بربطنا الإنسانية مش الديانة، بربطنا الإنسانية، هي هاي الشغلة الوحيدة اللي بتربطنا في بعض. أكيد أكيد. وهون طبعا نوارة، أيوة سامعنا نوارة، نوارة بتحكي إنه المرأة العربية جبارة. أنا بحكي إنه المرأة العربية هي الأم والأخت والعمة والجدة، وأنا برشحكم أنتوا التنتين. أنت يمكن صار عندك مشكلة في البث، بس إحنا حننهي البث قريبا. برشحكم أنتوا التنتين لجلوبال سيتيزن أورد، شو رأيك أستاذ محمد؟ 100% 100%. أنا أشد على إيدك، وحقيقة أنا بحكي إنه اليوم كان يوم له نكهة خاصة، نكهة نسائية أنثوية، لكنها في الحقيقة نكهة إنسانية على مستوى رفيع. والحقيقة إنه أكثر من ممكن أن يمثل الإنسانية هي الإناث، فأنا في رأيي إنه الإناث هم مصدر الإنسانية. فلما أتكلم عن التطوع، إحنا اليوم شفينا دليل التطوع بحق، وبشكر الجميع على هذا اللقاء الممتع. إحنا نشكر. تفضل أستاذ إكرام، إذا عندك شيء. لا، أنا فقط أشكركم جميعا، أشكر نوارة ووفاء على المداخلة الجميلة، والأخ أيضا الذي قام بمداخلة على موضوع المعلومات. تفضل أستاذ إكرام، أشكركم جميعا. كملي استاذ إكرام. استاذ قولة، إذا بدك تحكي شيء. هي بتسمعنا من ال سامعيني أولا؟ سامعيني؟ أنا كمان يعطيكم ألف عافية، يعني هو إجاني خط فشكله فصل الصوت عندي، فيعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله الكورونا أزمة وبتروح عن قريب. شكراً لك. شكراً أستاذ محمد، شكراً جزيلاً. في وقت بين الصوت والهاي. نعم اوكي دكتور، في مش حاضر احكي كثير لانه المايك راح من عندي. استاذ محمد بدك تحكي شيء بالنهايه؟ انا بدي اشكر الجميع، واشكرك دكتور، واكرر انه هذا اللقاء لقاء مميز، وان شاء الله يكون افدنا الجميع بمعنى التطوع الحقيقي، وفعلا سلطنا الضوء على انه التطوع في كندا هو جزء من الثقافة الكندية، مش طارئ على الثقافة الكندية،
وإحنا هذا في الخلفيات الثقافية تبعنا جزء من ثقافتنا، وفعليا التقت ثقافتنا الحقيقية اللي أنا بسميها ثقافتنا الحقيقية التقت مع الثقافة الكندية، لأنه هاي ثقافة الإنسان، الإنسان بحب يساعد أخوه الإنسان دائما. بشكر الجميع على هذا اللقاء الممتع. وجينا احنا بنشكر السيدتين العظيمتين الأستاذة خولة طه والأستاذة إكرام المومني، السيدتين التي زي ما حكينا جلوبال سيتيزن، يعني فعلا بيستحقوا أورد من اليونايتد نيشن، نوبل برايز، مش بس أشياء بسيطة، لكن لأنهم أثلجوا قلبنا، والأعمال اللي بيسووها على أرض الواقع كلنا نشهدها لها آثار إيجابية، فنشكرهم شكرا جزيلا، بيستاهلوا أن ترفع القبعات وتنحني لهم الهامات. فعلا شخصيتين يعني أثروا مساءنا اليوم، يعني بدنا 5-6 ساعات نحكي عن اللي بيسووه، فيعطيهم ألف عافية وشكرا لهم. بنذكركم بلقائنا يوم غدا، راح يكون لقاء شيق جدا مع شاعرين وكاتبين وأديبين عربيين من كندا، سيثريان لقاء أدبي وشعري، سنخرج من عالم الأزمة، سنتكلم عن مواضيع ثقافية، مواضيع أدبية، ما يهم العربي في كندا، الشعر والأدب، سنسمع هجاء وغزل ورومانسية، نعدكم بأشياء جميلة غدا إن شاء الله. تابعونا غدا في لقاء ممتع مع الدكتور قيس والشاعر عصام عدي. نراكم مساء غدا، والسلام عليكم. وبشكر زميلي ومحدثي الأستاذ محمد تميمي على هذا اللقاء الشيق. أشكرك السلام عليكم ورحمة الله.